السلام عليكم. عندي تأكد من فهمك. هنكتبها. تأكد من فهمك. صفحة 25. صفحة 25. نعم. عندنا رياضيات أو المتوسط. تأكد من فهمك صفحة 25. عندي السؤال 17. هندسة. في الشكل المرسوم هاي الشكل المرسوم بناية ارتفاعها 18 و تضع ظلا طوله 12 طول العمارة 12 هاي ظلها رايدين ما ارتفاع شجرة قريبة تصنع ظلا طوله 3 متر رايدين ارتفاع هاي الشجرة مجهولة بس منطيني ظلها 3. لو تلاحظون الرسم ما تلاحظون بيه تناسب، يعني هاي ظل وطول، هنا نظل بس ماكو طول، اذا هاي شي يسموه تناسب. هسه شنو الحل مالته؟ هم رايدين الشجرة مجهولة، اذا اقول الشجرة، اقول ارتفاع الشجرة، شنو ارتفاع الشجرة؟ اكس يعني يعتبر حرف مجهول، يعني شيء ما نعرفه مجهول، لان كلمة ما يعني اكس مجهول. فشنو اقول؟ اقول ارتفاع الشجرة تساوي لي اكس متر. زين، هذا صار عندي تناسب. شنو التناسب؟ عندنا راح احط ثلاثة على 12، هذا ظل الشجرة وظل العمارة البناية، الظل واحد ماشي تساوي. هسه مش بالارتفاعات، الارتفاع هو اكس. ها شنو هاي مال اكس الشجرة، هاي مو الظل، قبلها الطول، الارتفاع قصدي. هاي الظل مال العمارة، شنو قبالها؟ الطول 18، ارتفاع 18 ماشي. صار تناسب حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين، يعني 3 في 18 واكس في 2 تذهب الى 3 في 18 تساوي 12 اكس. شلون؟ 3 في 18 واكس في 12، حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين. اذا شنو اقول بعد؟ اقول 12 انزلها 12 اكس تساوي 3 في 18 تساوي لنا 54. هاي تذهب الى شنو؟ الاكس اطلع برا لان هذا حرف والأرقام واحد. أكتب 54 على 12 ماشي، تذهب إلى، نختصرها، الإكس شو راح يساوي لي؟ الإكس راح يساوي لي 4.5 متر. شنو هذا؟ هاي ارتفاع الشجرة المجهولة، ارتفاع الشجرة طلعت 4.5. يعني اكتب هنا 4 منا لهنا، منا الى هنا ايش قد؟ 4.5. شكرا.